الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبارك في كل من أتى هنا وحضر معنا أجمعين، وأن تبارك يا رب في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا رب في هذه الساعة المباركة أن ترزقنا نصرا من عندك، وأن ترزقنا الهداية والتوفيق، وأن ترزقنا الرشاد والسداد يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هنا نريد أن نقف وقفات مع هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها لمحات من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأن حدث الهجرة حدث كبير وعظيم لا نستطيع أن نتكلم عنه في دقائق معدودات، ولكن نستطيع أن نأخذ بعض اللمحات من هذه الهجرة المباركة. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في أول لمحة من لمحات هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤال، يعني نسأل نفسنا كده، لماذا الهجرة؟ يعني لماذا لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدعو أهل مكة بسهولة، وينتشر الإسلام في مكة، ثم ينتشر الإسلام من مكة إلى سائر البلدان، لأن مكة هي منشأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم ينتشر الإسلام من مكة وانتشر إلى المدينة؟ لماذا الهجرة يا إخوة؟ سبحان الله العظيم، لماذا الهجرة؟ أولاً لأن الله يريد أن يعرفنا ويعلمنا أن الإسلام ليس مرتبط بشخص ولا بمكان، إنما الإسلام عالمي. إذا كان يعني الذي أرسل بالرسالة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم موطنه مكة، فإن يعني مجاله العالم كله. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله العظيم، حتى يعني فهذا أمر يعني يجب عليك أن تفهمه جيدا، أن الإسلام ليس مرتبطا بشخص معين. وعلى هذا نقيس ونقول: إذا كان هناك عالم كبير أو داعية كبير يدعو إلى الله وأنت تحبه وتوفي، فمش معنى كده أن خلاص الدنيا تهدت، الدعوة لا تقف على أحد. فلازم نعرف الكلام ده كويس، الدين ليس مرتبطا بأشخاص معينين، ولكن الدين عالمي بفضل رب العالمين. الحاجة الثانية، لماذا الهجرة؟ الدين ليس مرتبط بمكان، هذا الإسلام الدين العظيم ليس مرتبط بمكان معين. الرسول يعني ولد في مكة ونشأ في مكة وأوحي إليه وهو في مكة، ولكن الدين ينتشر في كل مكان، فيبدأ من المدينة المنورة ثم ينتشر إلى سائر بقاع الأرض. سبحان الله العظيم، الدين يعني سبحان الله. شوف الصحابة لما حملوا الدين، هتلاقي معظم الصحابة اللي دفن في الشام واللي دفن في اليمن
اليمن ولا دفن في مصر ولا دفن في العراق. ليه؟ لأن الصحابة حملوا هذا الدين وانتشروا به، ما خلوش بقى الدين وناموا خلاص والحمد لله لربنا هدانا. لا، فالدين يا إخوة ليس مرتبطا ببلدة معينة. ما فيش بلد تقول الإسلام ده بتاعنا احنا، هيكر علينا احنا. لا، ما فيش بلد تقدر تقول كده أبدا. فالإسلام عالمي، ما فيش بلد تقدر تقول إن الإسلام ما يدخلش هنا. لا، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، سبحان الله العظيم. طيب أيضا لماذا الهجرة؟ سبحان الله العظيم، لكي يتخلص المسلمون من أذى المشركين، صح ولا إيه؟ لأن المسلمون حينما دخلوا في الإسلام بدأ المشركون في تعذيبهم، سبحان الله العظيم، بدأ المشركين في تعذيبهم عذابا شديدا حتى أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل يعني آذوا الضعفاء من المسلمين حتى أنهم أخذوا منهم أموالهم حينما أرادوا أن يهاجروا. فلماذا الهجرة؟ للتخلص من أذى الكفار ومن تعذيب الكفار للمسلمين، سبحان الله العظيم. يبقى كل دي أسباب للهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب احنا عايزين يعني نقف وقفة اخرى ولمحة اخرى، سبحان الله العظيم. يعني ممكن انت حضرتك تقول لي طيب خلاص الهجرة علشان خاطر يعني ايه؟ علشان خاطر يعني ان احنا مثلا نتخلص من اذى الكفار، وعلشان خاطر ان الدين ليس مرتبطا بمكان معين ولا بشخص معين. ايه كمان؟ حتى ينتشر الدين الى سائر بقاع الارض. ما هو انت دلوقتي في تضييق عليك في مكة، الدين حينتشر ازاي؟ فأسس النبي صلى الله عليه وسلم أرضية للدعوة في المدينة المنورة عبر إرسال أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير، وبدأ الدعوة هناك في المدينة، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الدين وأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. الله، هو مش صاحب الدولة من مكة؟ بس تؤسس الدولة في المدينة، لأن الدين زي ما قلت لك ليس مرتبطا بمكان معين ولا بشخص معين، سبحان الله. فلماذا الهجرة؟ لكي ينتشر الإسلام من المدينة إلى سائر بقاع إلى سائر بقاع الأرض. حاجة كمان، حتى ده هيبين لك قوة الإسلام. لو كان الإسلام انتشر في مكة كانت الناس هتقول لك ما هم اللي في مكة دولت قرايب النبي فجم معاه وصدقوه وأمنوا بيه بسرعة. لكن لما ينتشر في المدينة، لا، ده بيبين لك قوة الإسلام. المدينة فيها يهود، فيها أهل كتاب، فإزاي إن الإسلام ينتشر وسط أهل الكتاب؟ فدي حاجة قوية تبين لك قوة الإسلام بفضل الله. إنما لو كان انتشر من مكة كنت هتقول دول قرايب النبي وصدقوه وحبوه، وكنت هتقول حاجة تانية إن دولت مشركين ما يعرفوش كتب سماوية، فأول كتاب جالهم القرآن فإيه أمنوا بيه بسرعة. لا، الإسلام ينتشر من المدينة حتى يستطيع أن ينتشر أمام اليهود، اليهود الذين قالوا أنه في آخر الزمان سيظهر نبي وسنتبعه وسنقتل العرب به إربا إربا، سبحان الله. لأنهم كانوا فاكرين أن النبي ده حيجي منهم زي بقية الأنبياء. فلما جاء النبي من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حقد اليهود على العرب وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كبرا. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن يخرج نبي من العرب، سبحان الله العظيم. ومع ذلك رغم كل هذا انتشر الإسلام في المدينة، ثم انتشر في سائر بقاع الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. من أجل هذه الأسباب كلها جاءت الهجرة النبوية وهجرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب هناك لمحة ثانية في هجرة المصطفى وهجرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي إن الهجرة يا جماعة، هل الهجرة سهلة ولا صعبة؟ بسهولة كده ان انا اتولد في مكان وانشأ فيه واتربى فيه خلاص واكبر فيه، وبعد كده فجأة ان ربنا يأمرني ان انا اسيب المكان ده واروح المكان التاني ده بسهولة؟ لا، مش بسهولة. بس ليه بقى؟ علشان تتعلم انه سمعنا واطعنا. ربك قال لك روح هنا، حاضر، تعال هنا، حاضر، صلي، قوم من أحلى نومة وسيب نومتك وقوم صلي الفجر، حاضر يا رب. وانت في عز شغلك صلي الظهر، حاضر يا رب. وانت راجع من بيتك وهل كان وتعبان مش قادر، قوم صلي العصر، حاضر يا رب. فعل قانون سمعنا وأطعنا. يا جماعة الهجرة ما كانتش بسهولة. منهم من ضحى بأهله، ومنهم من ضحى بماله زي صهيب الرومي، ومنهم من ضحى بكل شيء، سبحان الله العظيم. فيا إخوة، يعني هذا يبين لك أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر وجب عليك أن تستسلم
استسلاما تاما لله سبحانه وتعالى. الصحابة ما قالوش ايه ليه يا رب بلدنا اللي احنا نشأنا فيها ويا عالم لما نروح هناك اليهود هيعملوا معنا ايه، لا يا رب ما ينفعش كده حرام يا رب، لا لا وما حدش بقى اعترض يعني استغفر الله فيش حد قال كده ابدا، لان ده لسان حال معظمنا الان، ليه يا جماعة ده صعب قوي لا حرام ومش عارف ايه، ليه يا جماعة سبحان الله. ان كان الله سبحانه وتعالى قال خلاص سمعنا واطعنا. فالصحابة رضوان الله عليهم استسلموا وهاجروا من مكة إلى المدينة نصرة لهذا الدين سبحان الله العظيم. عايزين ناخد لمحة ثالثة من الهجرة النبوية، وخلي بالك بقى ايه هي اللمحة دي، خلي بالك انت لسه سامع دلوقتي لما قرأ بينا الشيخ محمود قال ايه، خلي بالك على يعني قال ايه في القرآن الكريم ربك سبحانه وتعالى ماذا قال، قال ايه بقى خلي بالك وأيده بجنود لم تروها. انت ممكن تكون بتتحرك لنصرة الدين وانت حاسس انك لوحدك وانت ما انتش عارف ان ربنا مسخر لك جنود من وراك بيساعدوك وبينصروا الدين، ناس بتسمع وبتنشر، ناس بتحاول ان هي توصل رسالتك، ناس تالتة بتحاول ان هي تجيب الناس ليك، فانت ما تعرفش انت اشتغل الدعوة دي يا جماعة عاملة زي البذرة مش اول ما ترميها هتطلع بسرعة، لا بتاخد وقت، وممكن الانسان يموت وما يشوفش الزرعة بتاعته، يعني النخلة دي ممكن تتزرع تنبت بعد وقت طويل وانت تموت او انا اموت وما نشوفش النخلة دي ولا ناكل من البلح بتاعها سبحان الله. كذلك الدعوة يا اخوة، فهذا درس مهم سبحان الله العظيم. فهذه لمحة مهمة اللي هي ايه، اللي هي انك تعلم ان الله سبحانه وتعالى يسخر لك جنود تعينك على نصرة هذا الدين حتى ان ضللت انك تعمل في هذا الدين وحدك. لمحة تانية لازم نقف عندها، خلي بالك معي، يجب أن تكون لك صحبة صالحة تعينك على الدين وتعينك على الإيمان وتعينك على السير في طريق الله وتعينك على نصرة دين الله. مش هينفع تنصر الدين لوحدك وأنا مش هينفع أشتغل لوحدي أبدا، لازم يا جماعة نتعاون، لازم نحط إيدينا في إيدين بعض سبحان الله العظيم. حتى لو اتنين بس، اتنين قصاد أهل الباطل يعملوا إيه مولانا، والله يعملوا كتير. تعال شوف لما ربك سبحانه وتعالى قال لموسى قال له ايه اذهب الى فرعون انه طغى، قال له ايه سيدنا موسى قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ايه هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. مش هعرف اشتغل لوحدي، لازم حد معايا. الاتحاد يا اخوة سبحان الله العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يهاجر لوحده، كان ممكن ربك سبحانه وتعالى يبعث له البراق وينتقل من مكة إلى المدينة في طرفة عين كما فعل من مكة إلى الأقصى سبحان الله، ولكن لا، مع أن المسافة من مكة للمدينة أقرب من مكة للأقصى، لكن لا تهاجر لوحدك، بس ياخد معاه أبو بكر. ليه؟ الصحبة، لازم يكون معاك صاحب في الطريق، مش هينفع تمشي لوحدك سبحان الله العظيم. شوف ربك لما قال إذ هما في الغار، إذ هما في الغار ده فكرنا بمين، بموسى وهارون اذهبا إلى فرعون. حتى لو انتوا اتنين يا جماعة لازم تشتغلوا مع بعض، لكن واحد لوحده ما ينفعش، لازم تكونوا جماعة تشتغلوا مع بعض، وإن لم تستطيعوا حتى لو اتنين أضعف الإيمان اتنين يشتغلوا للدين. فلازم يا جماعة نتحد، هذه لمحة مهمة، لازم نتحد ولازم نقف لنصرة هذا الدين بكل ما أوتينا من قوة عن طريق الاستعانة بالله والدعاء زي ما عمل سيدنا موسى، والاتحاد سبحان الله العظيم، والصحبة الصالحة، والدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى هذا الدين سبحان الله العظيم، وطلب معية الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها تعيننا على نصرة هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو هنفضل متفرقين هنفضل بعيد، لا مش هينفع سبحان الله العظيم. ده شوف سيدنا موسى بيقول لربنا إيه، بيقول له إيه أشدد به أزري وأشركه في أمري كي، المفروض بعد كلمة كي أنا كنت متوقع كي نذهب إلى فرعون، لكن قال له إيه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله بيقول له أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. العبادة والذكر يا جماعة، الذكر ده قوة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما اشتكت
السيدة فاطمة وقالت يا رسول الله عايزة خادم يعينني على شؤون البيت، قال لها هي وعلي إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد 33 وكبر الله 34، مش هتعاني من أي تعب، الاستغفار قوة. ربك سبحانه وتعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وقال عن الاستغفار ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالذكر يا جماعة يقوي البدن ويقوي القلب ويقوي الروح، فمش هتستطيع تواجه الفتن إلا لما تعبد ربك وتذكر ربك سبحانه وتعالى. يعني معلش سامحوني، من شوية كان في لعب وكان في حاجات وتنافس وكده، أول ما بدأت المحاضرة الدينية قل العدد. ليه يا جماعة؟ الدين وجب عليك أن تسمع عن الدين وأن تتعلم وأن تعمل بما تعلمت، سبحان الله العظيم. فوجب علينا أن نعي هذا الأمر جيدا. الذكر قوة، فالعبادة يعني تستطيع بها أن تواجه كل الصعوبات بفضل رب الأرض والسماوات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش لوحده، هاجر مع أبو بكر، أصبع مع أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، سبحان الله. الصحبة، قال له الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة يا أبو بكر. كان ممكن يهاجر لوحده، لكن لا، لازم يكون لك صاحب في الإيه؟ في الطريق. طيب لمحة تانية، لازم يكون لك في دليل في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عبد الله بن أريقط دليل، وانت لازم يكون لك دليل وانت تسير في الطريق الى الله. ما ينفعش تهاجر الى الله وانت وحدك وتقول انا الحمد لله انا عندي علم انا عندي ايمان انا عندي مش عارف ايه، والله هتقع. اذا كان ربك سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بيقول له اقعد مع اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى، انما اللي بعيد عن ربنا دول سيبك منهم، سبحان الله. ولا تعد عيناك عنهم، ما تبعدش عنهم ابدا، تريد زينة الحياة الدنيا. الله، شفت ازاي يا جماعة؟ لازم يكون لك دليل، عالم او داعية. العلم، اطلبوا العلم يا جماعة، مش تنفع تمشي في الطريق لوحدك، سبحان الله العظيم. فهذه لمحة يجب أن نعلمها جيدا أيها الأحبة الكرام. أيضا لمحة أخرى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش إلى المدينة كده وخلاص يلا نطلع نسيب مكة ونروح المدينة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مهد. يعني ايه مهد؟ الاول وهو كان في الحج، في موسم الحج في مكة، ها طب ما كان في حج قبل الاسلام، بس كان حج كفار بقى، حتى كانوا هم بيقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف كانوا بيقولوا ايه؟ الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الاسلام وصحح الايه؟ التلبية، والى التلبية اللي احنا عارفينها اللي كلها توحيد خالص لله. فالمهم كان في موسم الحج قبل الهجرة بسنتين، سنة 11 لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة بسنتين، النبي قعد 13 سنة في مكة، لا سنة 11 بقى وهو في مكة، ها كان في موسم الحج، فقابل ستة من الشباب فدعاهم إلى الإسلام، وبعد كده قال لهم أنتم منين؟ قالوا له من المدينة، فأسلموا. فقال لهم روحوا وادعوا قومكم، ما قالش الحمد لله أنا معايا ستة كده روح، لا ما لسه. فراحوا الستة وقال لهم إيه؟ موعيدي معكم العام القادم. ياه، لسه هتصبر سنة يا رسول الله؟ أيوة، الدعوة عايزة صبر والنصرة عايزة صبر، مش هتيجي النصر مش هيجي في يوم وليله. فقولوا العام اللي بعده معاهم كم؟ سته كمان، سبحان الله العظيم، بقوا 12، سبحان الله. طب حلو قوي 12 بقى، اروح؟ لا برضو ما اروحش، ابعت واحد يعلم ال 12 دول ويدعو الى الله في المدينه. بعت معاهم مصعب بن عمير، سبحان الله العظيم. لما زاد عدد المسلمين في المدينه تحرك النبي الى هناك. طب ليه؟ يعني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى المدينة ومعه ويعني مستندا إلى الله سبحانه وتعالى، معتمدا على الله سبحانه وتعالى، ويمشي على أرض قوية، لأنه هيواجه يهود وهيواجه منافقين وهيواجه عرب مشركين، فيعني يجب أن تكون معه أرضية، سبحان الله العظيم. فذهب إلى هناك وبدأ يؤسس الدولة الإسلامية. الله أكبر. شوف
ده التمهيد، منهج التمهيد. مش كل حاجة بتجي في غمضة عين يا جماعة. عايز تعمل حاجة لازم تمهد لها، ولازم تخطط لها، ولازم تحدد لها أهدافك كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم جابها على مراحل. المرحلة الأولى الدعوة، طب ناس أسلمت، المرحلة الثانية نبعت معاهم واحد يعلمهم الدين وهو كمان يدعو إلى الله. المرحلة الثالثة بقى أنا أروح وأسس الدولة. يعني سبحان الله العظيم، فكرة المرحلية، فكرة أن كل شيء له مراحل، فكرة التمهيد. لما تعمل حاجة لازم تمهدها، مش يلا نعمل قناة عملنا قناة، مش يلا نعمل مش عارف موقع عملنا موقع، مش يلا نعمل إيه، لا لازم تمهد وتحدد المراحل والخطوات علشان تأسس على بنيان قوي. مفيش واحد بيطلع درجات السلم مرة واحدة، لازم تطلع درجة 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 عشان توصل لبيتك. لكن لو مش هتطلع درجة درجة مش هتقدر توصل، ولو وصلت هتقع، لأنك أنت وصلت وانت تعبان، بذلت مجهود فوق طاقتك، فهتقع، مش هتقدر تبقى قوي وتسند نفسك. فهي دي المرحلية، التمهيد ده منهج مهم جدا لازم نتعلمه من الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. أخيرا عايز أختم بحاجة، ما شاع في الهجرة ولم يثبت. يعني مثلا عندنا قصة الحمامة والعنكبوت. طيب هم قالوا انه يعني النبي وابو بكر لما كانوا في الغار، فالمشركين مشوا وراهم، فجم على باب الغار لقوا عنكبوت نسق خيوطه وحمامه بيضه. فايه قال لك لا، هو لو اصل محمد لو كان دخل ما كانش هيقطع الايه الحاجات دي كلها. طب يعني اولا الموضوع ده لم يثبت، خلاص يعني ليست له اسناد صحيح. طيب الحاجه الثانيه، ليس له إسناد صحيح. الحاجة التانية أنه يعني بالله عليكم كده الكفار بيدوروا على النبي ورصدوا 100 ناقة اللي يجيب النبي، يعني هيشوفوا حمامة وعنكبوت ومش هيدوروا؟ يقول لك احتياط، ندور يعني نحتاط. يعني سبحان الله، الذي يعني هم رصدوا المكافآت الكبيرة، مش هيجوا قدام الباب الغار وما ياخدوش احتياطاتهم ويبصوا؟ لا هيبصوا طبعا، سبحان الله العظيم. الحاجة التانية يعني سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم بما انه عايز يدخل الغار، معقولة هيلاقي يكون عايز الغار ده مكان امين فيلاقي حمامة وعنكبوت نسق خيوطه فيقول لك لا ما تدخلش؟ لا طبعا هيدخل، سبحان الله العظيم. فهذه امور لم تثبت نقلا ولا عقلا، سبحان الله العظيم. الامر الثاني، الأنشودة المنتشرة اللي قالوا أن الولدان والنساء استقبلوا النبي في المدينة وقالوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع والكلام ده كله. هذه القصة وردت ولكن لها أسانيد ضعيفة، خلاص أسانيد إيه ضعيفة، ده نقلا. طب تعال نشوف عقلا، عقلا يا جماعة واخواننا في السعودية عارفين الكلام ده كويس. في المدينة المنورة المنطقة بتاعت ثنيات الوداع دي ناحية الشام زي ما قال الإمام ابن القيم. فمنين النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة ومنين بيقولوا إيه مرحبا جئت شرفت المدينة وثنيات الوداع؟ طب جاي من ثنيات الوداع إزاي وهو جاي من مكة وثنيات الوداع ناحية الشام؟ خلاص كده هم بيقولوا طلع البدر علينا وبيقولوا بقى ايه جئت شرفت المدينة والكلام ده كله، سبحان الله العظيم. يعني هم بيقولوا كده، بيقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طيب البدر اللي هو مين يقصده بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع احنا قلنا دي ناحية الشام. طب والنبي جاي منين؟ من مكة. الاتجاه مختلف، فيبقى الموضوع ايه مش عقلا ونقلا مش ايه مش مظبوط. طيب حاجة تانية، هما بيقولوا جئت شرفت المدينة. طب المدينة عرفت عند العرب قبل الاسلام انها اسمها يثرب، اسمها ايه يثرب، ما قالوش جئت شرفت يثرب، قالوا جئت شرفت المدينة. ازاي الكلام ده؟ فالامر لم يثبت نقلا ولا ايه ولا عقلا، فوجب علينا ان ننتبه الى هذا الامر ايها الاحبة الكرام. هذه هي الهجرة النبوية، اخذنا بعض اللمحات والوقفات من الهجرة، وإلا فالأمر يطول وإحنا محتاجين سنوات ومحتاجين سلاسل عشان نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم درس تاخده الأخذ بالأسباب. النبي طلع عكس الاتجاه وقعد في الغار واتخذ له دليل عشان يوري له الطريق، وسبحان الله العظيم. يعني الأخذ بالأسباب والتخطيط، أنا بقول لك أن الله قادر أن ينقلها بالبراق زي ما فعل في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن لا، ربك بيعلم الأمة الأخذ بالأسباب والتخطيط. لو عملنا كده والله يا إخوة هنبقى في مقدمة الأمم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين متحدين، أن يجمع الشمل ويجمع الصف ويجمع الكلمة، ونكون يدا واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم أجمعين، وأسأل الله أن يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا